مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في أخبار المساء من قناة يمن شباب وأبرز ما فيها. ميليشيا الحوثي تحرق بسطات الباعة المتجولين في منطقة الحصبة بالعاصمة صنعاء. تكتل نسائي يرصد استشهاد 300 امرأة بقذائف الحوثيين في تعز العام الماضي. ميليشيا الحوثي وصالح تقصف قرى إب وتتكبد خسائر فادحة في البيضاء وتعز والضالة. أهلا بكم. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن ميليشيا الحوثي وصالح لا يزال يرفضون الذهاب إلى أي مفاوضات ويسعون لتقويض فرص السلام، رغم أن السلطات الشرعية تمد يدها للسلام ومستعدة للذهاب إلى المفاوضات في أي مكان وزمان. ووفقا للمرجعيات والأجندة والالتزامات المتوافق عليها، حرصا على إحلال السلام وتجنيب الشعب اليمني إراقة الدماء. وأشار المخلافي خلال لقاء عقده في بروكسل مع عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر ميشيل ريموند ولقاء آخر مع السفراء العرب المعتمدون في بلجيكا، أشار إلى أن الحكومة الشرعية لم تختر الحرب ولكنها فرضت عليها من قبل الانقلابيون الذين يعملون على تجنيد الأطفال في حرب خاسرة، وهو ما يعد اعتداء صارخا على حقوق الطفل الأساسية. من جهته أوضح المسؤول الأوروبي أن أعضاء البرلمان الأوروبي يواجهون نقصا في المعلومات المتعلقة بالشأن اليمني واعتمادهم في هذا الصعيد على المعلومات المتنقلة في وسائل الإعلام، مبينا أن وزير الخارجية اليمني أوضح له جملة من الأمور التي كانت غائبة عن الكثير من أعضاء البرلمان الأوروبي. وشدد ريموند على أهمية تبادل الزيارات لوضع البرلمان الأوروبي في حقيقة ما يجري في اليمن وتطلعه لزيارة عدن والمدن التي تحددها الحكومة اليمنية للاطلاع على الأوضاع فيها في أي وقت يتم تحديده من قبل الحكومة اليمنية. أقدمت ميليشيا الحوثي على إحراق عشرات البسطات للباعة المتجولين في سوق الحصبة شمال العاصمة صنعاء. شهود عيان قالوا أن ميليشيا الحوثي قامت بإحراق عشرات البسطات لرفض الباعة دفع مبالغ مالية لمجهودهم الحربي والاعتداء على أحد قيادتهم. وأشاروا إلى أن المسلحين قدموا إلى المكان ونشروا الرعب في أوساط المدنيين وقاموا بجمع البسطات وأحرقوها. وفي محافظة تعز استشهد مدنيان اثنان بعملية قنص وقصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي وصالح على الأحياء السكنية. وقال مصدر طبي إن عملية القنص والقصف الذي تعرضت له عددا من أحياء المدينة وأريافها أسفر عن استشهاد مدنيان وإصابة عشرة آخرين خلال يومي الاثنين والثلاثاء. ووفقا لمصادر محلية فقد تعرضت قرى جبل صبر لقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل الميليشيات الانقلابية المتمركزة في تلة سوفتيل شرق المدينة، ما أسفر عن دمار كبير في المنازل والممتلكات. كما تعرضت قرى جبل حبشي والضباب جنوب غرب المدينة لقصف مدفعي مكثف من قبل الميليشيا الانقلابية تسبب في تدمير منازل وموجة نزوح في أوساط الأهالي. وعلى الصعيد الميداني قالت مصادر في المقاومة الشعبية أن 11 من ميليشيا الحوثي وصالح قتلوا في معارك بحي الزهراء ووادي عيسى شرق المدينة ومديريتي الضباب وحيفان جنوب المدينة. وطبقا للمصادر فقد أسفرت المواجهات أيضا عن استشهاد أحد رجال المقاومة وإصابة 11 آخرين.
وفي تعز أيضا أفاد مراسل يمن شباب أن ميليشيا الحوثي وصالح شددت حصارها الخانق على المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف طال الأحياء السكنية. وأضاف أن الميليشيا الانقلابية أغلقت معبر حبيل سلمان غربي المدينة في وجه المشاة بشكل نهائي ومنعت الدخول والخروج منه، كما أطلقت الرصاصة على المواطنين الذين حاولوا الاقتراب من المعبر لدخول المدينة. أدان تكتل المبادرات الإنسانية بمديرة تعز اليمنية كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح بحق نساء تعز. وأكد التكتل استشهاد 105 نساء وجرح 248 امرأة بينهن حالات إعاقة، بالإضافة إلى 900 أرملة و 4893 نازحة، كما فقدت 41 امرأة جنينها بسبب القصف نتيجة الخوف والرعب، فيما أكثر من 44 ألف فتاة حرمت من التعليم بسبب الحرب والحصار. وكذلك الاعتداء على 6 ناشطات وإعلاميات واقتحام منازلهن. وقال تكتل المبادرات النسائية أنه كلف فريقا حقوقيا وميدانيا لرصد تلك الانتهاكات الممنهجة ضد المرأة والمخالفة للشرعية الإسلامية والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية. وطالب التكتل المجتمع الإقليمي والدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية القيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية وتجريم كافة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المرأة اليمنية. ومعنا عبر الهاتف عبد العزيز رزاز مدير منظمة العدالة والإنصاف. عفوا، معنا عبد السلام رزاز مدير منظمة العدالة والإنصاف. تابعت معنا الخبر حول رصد التكتل استشهاد 300 امرأة بقذائف الحوثيين في تعز العام الماضي، كيف تصنف هذه الجرائم قانونيا؟ الو، مساء الخير لك يا مشاهدينا الكرام. مساء النور. الحقيقه انه بالنظر الى حجم الضحايا من النساء في محافظه تعز والذي بلغ المئات من القتلى وجرحى بسبب القصف والقتل والحصار التي تمارسه ميليشيا الحوثي وصالح بحق الفئات الضعيفه النساء والاطفال، يؤكد العالم مدى رجاعه وضخامه الجرائم التي تستخدمها هذه الميليشيات والتي تعد جرائم حرب ارتياز وانتهاك صارخ لحقوق الانسان والمواثيق الامم المتحده والاتفاقيات الدوليه وتجرمها كل الشرائع. فكثيرا ما تصبح المراه اول ضحيه للعنف في اثناء الحرب والنزاعات المسلحه، وقد اعتبرت الاتفاقيات والقوانين الدوليه بانتهاكات حق المراه بجرائم الاباده كما حدث في رواندا، واعتبرته المحكمه الجنائيه الدوليه جرائم اباده جنائيه. اريد ان اقول ان كل هذه الجرائم تعد جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه وفقا للقانون الدولي الانساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه المواد 7 و9 و17 و18 و19 من كذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيه الدوليه في 4 بشان 2 الاشخاص المدنيين بشكل عام دون تنين. كل هذه القوانين تجرم هذه الجرائم التي تقوم بها بشكل الحوثي وصالح. وفي هذه المناسبه اريد ان تحيه اكبار واجلال للمراه اليمنيه بمناسبه اليوم العالمي للمراه التي فطرت 4 تضحيات في مجالات مشتركه. تحية للمرأة اليمنية التي ضحت وما زالت تقدم التضحيات. وأريد أن أقول أن المرأة اليمنية المرأة بشكل عام تمكنت في هذا اليوم العالمي من الحصول على حقوقها المدنية السياسية والاجتماعية مثل الحق في الحياة والسلامة الجسدية مع التعليم. عبد السلام، تفضل. هل هناك تحركات لدى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لملاحقة مجرمي الحرب؟ طبعا هذه الامور لابد ان تتحرك بها المنظمات الدوليه والمجتمع الدولي والمجلس الامن، ملزم بهذا الامر. نحن كمنظمات نقدم ما لدينا من رصد وتنفيذ للمنظمات الدوليه التي تقوم بدورها بالضغط على هذه المنظمات الدوليه وعلى مجلس الامن وعلى الامم المتحده
متابعة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم وفقا للقوانين الدولية ووفقا للاتفاقيات الموافقة للأمم المتحدة. شكرا لك جزيل الشكر، كان معنا عبر الهاتف عبد السلام رزاز مدير منظمة العدالة والإنصاف. وإلى محافظة إب وسط اليمن، حيث قصفت ميليشيا الحوثي وصالح بقذائف الهاون مناطق أهلة بالسكان بمديرية حزم العدين. وقال مصدر محلي أن الميليشيا الانقلابية قصفت وبشكل عشوائي عددا من الأحياء الأهلة بالسكان في مناطق الشعاور والأهمول بمديرية حزم العدين بعد فشلها في استعادة المواقع والمناطق التي استعادتها المقاومة الشعبية قبل أيام. ومعنا عبر الهاتف حزام الهاملي قيادي بمقاومة حزم العدين. حدثنا عن آخر المستجدات في مديرية حزم العدين. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا من آخر مستجدات الميليشيا تقصف القرى والبيوت المواطنين في حزمة الشعاور والأهمول، قد هدمت عدد من المنازل وشردت عدد من المواطنين وقتلت يعني الاطفال والنساء. هذا يعني حاصل في يعني عزلة الشعاور والأمور. وهنا طبعا هذه الميليشيا تقصد من اماكن بعيده يعني القرى يعني والبيوت. نعم نعم، ما هي الأضرار المترتبة جراء القصف؟ الأضرار المترتبة يعني أكثر من 15 بيت هدم وأكثر من 50 يعني أسرة تشردت وأكثر يعني من يعني 25 شهيد ومزارع أكثر من يعني مزارع ضربت هذه ورقه الميليشيا يعني للمزارعين فحرمتهم من ان يدخلوا المزارع. والاضرار كذلك يعني طبعا اللي البومبات او المضخات وكثير كثير من الاضرار التي احدثتها ميليشيا الحوثي التي يعني اضرت بالمواطنين وحاصرتهم من جميع الاتجاهات. نعم، شكرا لك جزيل الشكر حزام الهاملي، كان معنا عبر الهاتف قيادي بمقاومه حزم العدين. ومن اب الى محافظه البيضاء، حيث قتل واصيب العشرات من ميليشيا صالح والحوثي في هجمات للمقاومه الشعبيه. مصادر محليه قالت ان اربعه من ميليشيا لقوا مصرعهم في هجوم استهدف نقطه تابعه لهم بمديريه الملاجم على طريق محافظه مارب. وفي سياق متصل، سقط قتلى وجرحى من الميليشيات الانقلابيه في كمين للمقاومه استهدف دوريتهم في منطقه الهيكل بمديريه ذي نعم. هذا وتواصل ميليشيا الحوثي وصالح قصفه العشوائي لقرية الزوب بمديرية قيفة رداع غربي محافظة البيضاء لليوم السابع على التوالي بصواريخ الكاتوشيا والمدفعية الثقيلة، ما أسفر عن تهدم عدد من منازل المواطنين وسقوط شهداء وجرحى. وكانت قرية الزوب بمديرية قيفة رداع قد شهدت على مدى الأيام الستة الماضية معركة هي الأعنف بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة ومسلحي الحوثي وصالح من جهة أخرى، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. هذا ونفذت الميليشيات الحوثية حملة اختطافات في منطقة عزة واختطفت ثمانية مواطنين من سكان المنطقة وستة منهم من عائلة واحدة واقتادتهم إلى مكان مجهول.
وفي محافظة الضالع أكدت مصادر ميدانية مقتل 10 من ميليشيا الصالح والحوثي واستشهاد أحد أبطال المقاومة أثناء تصدي المقاومة والجيش الوطني لهجوم الميليشيا على مواقع يبار في المداخل العود. وبحسب المصادر فإن من بين القتلى الحوثيين اثنين من قيادة الميليشيات وهما محمد الوشلي والآخر يدعى أبو شهيد. يعيس هي إحدى القرى التابعة لمديرية مريس محافظة الضالع، ونظرا لأهمية القرية المطلة على عدة قرى مريس، جعل ميليشيا الحوثي والمخلوع يهاجمون القرية باستماتة، إلا أنها تصدت للميليشيات على مدى 3 أشهر. إحدى القرى التابعة لمنطقة مريس بمديرية قعطبة، وأول قرية في المدخل الشمالي والمحاذية لمديرية دمت. أهمية موقع القرية المطل على المنطقة جعل الميليشيات الانقلابية تستميت في محاولات السيطرة عليها، لكنها تفشل كل مرة أمام صمود المقاومة. يعيس هي الجبهة الأكثر اشتعالا في سير المعارك بين رجال المقاومة والجيش الوطني والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى. فمنذ 3 أشهر لم يكد يمضي يوم إلا وأصوات القصف والاشتباكات مشتعلة في أطراف ومحيط القرية. أكثر من 40 هجوما فاشلا للميليشيات للسيطرة على القرية تصدى لها أبطال المقاومة والجيش الوطني بكل استبسال، ومع كل حملة تحشد فيها الميليشيات مئات المرتزقة للهجوم على القرية تعود بخفي حنين، تتكبد خلالها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، 230 قتيلا وأكثر من 360 جريحا خسرتها الميليشيات في محاولات التقدم نحو القرية كما تقول مصادر المقاومة دون أن تحقق تقدما في متر واحد. ومع كل يوم تزداد عزائم المقاومين ورجال الجيش الوطني وينفذون عمليات نوعية يلقنون فيها الميليشيات الغازية دروسا في القتال رغم شحة الدعم وقلة الإمكانيات، الأمر الذي حدا بقيادات المقاومة لمناشدة قوات التحالف العربي بضرورة دعم الجبهة التي باتت تسمى بالجبهة اليتيمة. محافظة الضالع يمن شباب علي الأسمر. أكدت تقارير دولية تجديد الميليشيا الحوثية وافدين فارقة للمشاركة في الحرب الدائرة منذ مارس العام الماضي. ما إن بدأت كثير من الأسر اليمنية تسحب أبنائها من جبهات القتال بعد أن غررت بهم الميليشيات الانقلابية للقتال إلى جانبها، حتى اتجهت تلك الميليشيات لاعتقال وافدين أفارقة وتجنيدهم للزج بهم في جبهات القتال ضد اليمنيين بحسب تقارير محلية ودولية. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن أكدت أن أطرافا يمنية تعتقل وافدين جدد تعسفيا للاشتباه بأنهم قد يشاركون في الحرب الدائرة منذ مطلع العام 2015. اتحدث تقرير المفوضية أن القوات المسلحة التابعة للسلطة الشرعية ومسؤولين أمنيين ولجان المقاومة الشعبية تقوم باعتقال وافدين جدد للاشتباه بأنهم قد ينضمون وينخرطون في أعمال الصراع، فيما كان عدد الوافدين الأفارقة خلال عام الانقلاب هو العدد الأكبر منذ سنوات رغم الحرب. في الوقت الذي تحدثت فيه التقارير إعلامية يمنية أن الميليشيات الانقلابية تقوم باستغلال أفارقة ومن ثم إجبارهم على المشاركة في عمليات القتال بعد إدخالهم معسكرات تدريب، كان التحالف العربي قد استهدف أحد تلك المعسكرات في محافظة حجة شمال البلاد أواخر العام الماضي، وهو ما أكده تقرير المفوضية السامية الذي أشار إلى أن بعض الجماعات تجند قسريا بعض الوافدين الأفارقة دون أن تسمي جماعة الحوثيين والمخلوع صالح، غير أن هناك اتهامات حكومية للحوثيين بتجنيد الأفارقة بشكل قسري وإجبارهم للقتال في صفوفهم. وأثناء تحركات الأفارقة بعد عمليات التجنيد القسري لهم من قبل الميليشيات يواجهون صعوبات شديدة أبرزها الوقوع وسط القتال والتعرض للغارات الجوية. وهنا يؤكد تقرير المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن الميليشيات الانقلابية هي من تجبر الأفارقة للقتال وتعريضهم لخطر الاستهداف من قبل طيران التحالف العربي.
وإلى جانب الحرب الاضطرارية التي تخوضها الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة، فضلا عن تحديات الفقر والبطالة والتدهور الشامل للأوضاع الإنسانية، تقف الحكومة عاجزة أمام تحدي الهجرة غير الشرعية التي ارتفعت نسبة الوافدين فيها خلال العام الماضي، في ظل غياب دور الأمم المتحدة حيال مسألة النازحين والمهاجرين الأفارقة إلى اليمن. نظمت حملة كفى إرهابا مسيرة نسوية بمناسبة اليوم المرأة العالمي التظاهرة، طالبت الرئاسة اليمنية بفرض هيبة الدولة وتقديم مرتكبي الجرائم والأعمال الإرهابية للقضاء وإعطاء المرأة حقها من صحة ومساواة وعلاج وتمكين في مختلف مفاصل العمل السياسي والاقتصادي. ومعنا عبر الهاتف مراسلتنا ابتهال الصالحي، ما أهم الأسباب التي تسببت بهذه الوقفة الاحتجاجية لهذا اليوم؟ مساء الخير. الوقفة الاحتجاجية اليوم كانت أولاً بمناسبة عيد المرأة العالمي في ظل الأوضاع المتردية في مدينة عدن التي شملت الجميع وبالأخص المرأة. في الفترة الأخيرة لاحظنا خطاب متشدد من بعض مثل المساجد أو الشخصيات في المحافظة، يعني تتهم النساء بال تحد من يعني مشاركتهم في المجتمع، فيها خطاب تحريضي نوعا ما. في الفترة الأخيرة أيضا لاحظنا من انتشار بعض المنشورات التي توجه في بعض المدارس تطالب فتيات المدارس من ارتداء الباز الطويل، يعني إرهاب منهج بشكل يعني كل الاشارات تشير الى ان خلايا المخلوع وأذرع المخلوع لا زالت تهدد عدن بامنها بوسائل تحريضيه مباشره ضد المواطن بشكل عام والمتعب بشكل خاص. هذا ما دفع نعم اليوم الكثير من النساء الخروج والوقوف هذه الوقفه مطالبه ببسط نعم. الامن والامان وبسط يد الدوله. نعم. هل هناك إحصائية لعدد النساء اللاتي استشهدن خلال العدوان الحوثي على المدينة؟ للأسف لا توجد إحصائيات دقيقة، لأن كل الإحصائيات التي تم حصرها لم تكن من جهة رسمية حكومية. الجهات المنظمات المجتمع المدني والمبادرات هي التي قامت بحصر، ولكن عدد النساء كبير، يعني تقريبا تجاوز العدد الشامل لجميع الافراد نساء رجال اطفال اكثر من 5000 قتيل، كانت النساء تشكل نسبه كبيره منهم، ليس فقط قتلى ولكنهم ايضا جرحى، بعضهم اصيبوا بالاعاقه، البعض من النسوة الكثير لا زالوا الان يعانون من الجراحه نتيجه الحرب، وايضا هم يقابلون باهمال وتهميش حالهم حال الجرحى من المقاومه الجنوبيه. نعم، شكرا لك جزيل الشكر مراسلتنا من عدن ابتهال الصالحي. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. ميليشيا الحوثي تحرق بسطات الباعة المتجولين في منطقة الحصبة بالعاصمة صنعاء. تكتل نسائي يرصد استشهاد 300 امرأة بقذائف الحوثيين في تعز العام الماضي. ميليشيا الحوثي وصالح تقصف قرى إب وتتكبد خسائر فادحة في البيضاء وتعز والضالع. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.